بعد نهاية الدوريات بقى اللي هنا مفيش محتوى بجد نتكلم فيه، مفيش ماتشات مهمة، مفيش كده كلمتين نطلع نتكلم عليهم بعد كل ماتش ولا بعد كل لقطة كده ولا أي حاجة. بس اكتشفنا كده يا رجالة إن احنا في فصل الصيف اللي هو إيه شوية الصفقات اللي بنعمل عليهم قلق دول. قلنا بقى نستغل نقطة الصفقات الحلوة دي بقى إيه في فصل الصيف ونعمل مرة بقى إيه دوري إنجليزي، مرة دوري أسباني، مرة دوري إيطالي، مفيش دوريات تانية بصراحة يا رجالة. نبدا بقى على طول النهارده بالدوري الانجليزي. النهارده هنخلينا يا عم في التوب 6. لو جينا مثلا بقى دلوقتي بدانا بارسنال، شايفين ايه الصفقات اللي ارسنال يعملها بحيث يقدر ينافس تاني، بحيث السنه الجايه ياخد البطوله مثلا بسرعه بقى يا رجاله؟ كده ارسنال محتاج حارس مرمى، محتاج حارس مرمى. هتقول لي يا عم رامز ديل موجود وكويس وبتاع، بس كان في ماتشات تحس من قله المنافسه كده. يا عم هو في ايه لو غلطت بجد في ماتش مهم كده ولا في كوره عادي هيحصل حاجه؟ مش هيحصل حاجه. تيجي بقى للمشكله اللي واجهت مشجعين كره القدم كلهم بجد، مش مشجعين ارسنال بس. واحد بقى معلم زي ارتيتا كده ربنا كرمه بطقم دفاع محترم السنه دي، معاه صليبه، مع جابرييل، مع بن وايت. شوف يا مؤمن، هو اختار بن وايت قال له بص انت باين عليك باك يمين وكورتك نضيفه شويتين ثلاثه، انا هثبتك باك يمين. طب صليبه بيعاني بقى وبيموت واصاباته كترت يا معلم، بتعمل ايه؟ لعيب مدافع تاني، لا خليك باك يمين برضه. ففي عز الاصابه واللي خسرت ارسنال الدوري اللي هو كان بيلعب بن وايت باك يمين وصليبه مش موجود بجد ويلعب هولدنج. طب هقول لك حاجه، انت ما تعرفش اللي توماسو كان في بولونيا تقريبا يعني ما كان في بيلعب في بولونيا، كان بيلعب مدافع بجد والله قبل الباك اليمين وكل ده، ما تعرفش شكلك ما تعرفش. فعشان بقى المعادلات اللي ارتيتا بيعملها والاختيارات والاختراعات الحاجات دي كلها لازم باك يمين الارسنال بجد. نيجي للباك الشمال، ما زينتشينكو موجود، تيرني ممكن يمشي، حتى لو تيرني مشي مفيش مشكله برده. اي نعم مش عارف اختيارات ارتيتا ازاي اللي هو مثلا يمشي تيرني، بس الواد تافاريز بيتالق كل سنه عمال بيتطور. فانا شايف ان الباك الشمال مفيش اي مشكله بجد. بصوا احنا مش بنمسكها مركز على فكره، احنا بنشوف المركز الناقصه كده بينا ونطلع نقول في الفيديو. يعني انا مش لسه همسك مركز وجناح اكيد يعني محدش هيتفرج، انا نفسي مش مهتم. نيجي بقى لخط الوسط، رحيل تشاكا ده شيء متوقع تمام، انني اصاباته كتير، حتى لو مش اصاباته كتير ما تقدرش تعتمد عليه موسم كامل. وفي كلام اصلا ان السعوديه بتقدم عرض لبارتي وبارتي مش هيجدد. ايه بقى الحل؟ طب بارتي هيكمل الموسم ده يا عم ماشي تمام. في كلام على كايسيدو، في كلام على ديكلان رايس، الاثنين هيجوا صعب بجد، مش ارسنال اللي تعمل كده خالص. انا واحد انسب، انا شايف ده رايي، كايسيدو انسب. انا عارف انت اللعيبه الانجليزي البلالين دول، انا خايف من رايس اللي هو يبقى كده. ارسنال بقى رجاله السنه اللي فاتت شافت في تنوع هجومي كده وبتاع والدنيا حلوه، والواد ساكا متالق والواد مارتينيلي متالق واوديجارد متالق وخيسوس كده بيرجع يتالق ويتصاب ويرجع يتالق. قالت ايه بقى ما بدهاش يا رجاله، والله انا هنجيب هافرز. دي شكلها فرجت يا معلم، يا رب وقف الحال. انا لحد دلوقتي يا رجاله قاعد كده بفكر، هو صحيح ريال مدريد كان بيفاوض هافرز بجد؟ والله حتى لو ما كان بنزيما، احتياط البنزيما ازاي بجد؟ انا الواحد كان بيتفرج عليه يعني انا مش عايز اشتم، احنا في اي مفترج عديها، هنعديها يا عم، هنمشي مع ارتيتا عادي. هو شايف مثلا هيقدم ايه دور اوديجارد مثلا او احتياطي ليه او مهاجم تاني اي حاجه. في كلام ايجابي تاني بقى على واحد ايجابي شويتين ثلاثه، موسى ديام لاعب فرنسا منتخب فرنسا. ايه هتتم مش هتتم؟ عارفين انت صفقه احمد الصالح مع الاهلي كل سنه كده، هو موسى ديام مع ارسنال برده كل سنه كده. لو ركننا بقى ارسنال ايه ودخلنا على السيتي كده، تخيل يا مؤمن انا طالع بقول العناصر اللي ناقصه السيتي عشان تبقى منظومه متكامله او يقدر ينافس، او يقدر ينافس، ما هو بينافس، يقدر ياخد بطولات، بياخد كل البطولات، ناقصه ايه بجد؟ مش ناقصه حاجه. هيبقى عندهم مشكله للاسف بسيطه هتتحل باي حد بجد، لو وولكر مشي وكانسلو كده ماشي، هيحتاجوا باك يمين وباك شمال. اقول لك حاجه بجد، لو جاب المصلوسي ولعبوه في المنظومه اوان بيساكا مع بيب جوارديولا هيتالقوا عادي باك يمين مفيش مشكله. باك الشمال لو جابوا مثلا الواد مؤيد العجان بتاع الزمالك السوري ده اللي هو ما كانش بيلعب كوره بيلعب شاورما في الملعب ده، لو جابوا باك شمال هيتالق معاهم عادي جدا. مش محتاجه فقاقه ومش محتاجه سكريبت ومش محتاجه فيديو اصلا. فبكل هدوء كده السيتي محتاجه ايه؟ باك يمين باك شمال. هما بقى ايه عايزين يخشوا في ديكلان رايس يبوظوا الدنيا شويه على ارسنال، كل الحاجات دي تمام، ده حاجه ترجع لهم. ابو عزت جلالة يا باشا، كنت هسلم نفسي بس يعني قلت اجيلكم استحمل. اركن برضه السيتي يا عم، خش بقى على تشيلسي بقى المنظومه اللي ايه؟ منظومه كلها فلوس بجد. هقول لك حاجه، السنه اللي فاتت كده لو انا كنت عملت فيديو عن صفقات السنه اللي فاتت وقلت اسوأ 11 لاعب جديد او اسوأ انتقالات والحاجات ديت، انا متاكد ان انا هحط 14 من تشيلسي. تيجي تبص على السكواد مليان بجد، مدافعين، خط وسط، مهاجمين، اي نعم المهاجمين كسح كتع كسل بجد والله، بس اللي هو ايه؟ اي حد القادمين من الخلف زي رحيم ستيرلينج وهافرز والناس دي كلها، كل ده غيرنا لهم رئيس نادي مفيش فايده، غيرنا لهم مدربين مفيش فايده برضه، بيغيروا اللعيبه دلوقتي، الامل الوحيد اللي هم بيغيروا اللعيبه، بجد يا رجاله تشيلسي بيصفي، انا ما اقدرش اقول تشيلسي محتاج ايه دلوقتي لما يخلصوا التصفيه كده اللي هم بيعملوها تمام، بس اللي اعرفه كانوا السنه اللي فاتت محتاجين مهاجم بومبر كده وهو بيخلص بجد. حته توخيل رفض كريستيانو ده كانت بالنسبه لي نقطه فيصل في تاريخ توخيل مع تشيلسي بجد، انت متخيل كنت عايز توصل للتوب 6 باوباميانج؟ حرام بجد. عشان نركن تشيلسي بقى رجاله كده في التصفيه اللي شغاله اليومين دول، الصفقه الوحيده اللي شفتهم بيتكلموا عليها مين بقى؟
كايسيدو، هل بيرخموا على ارسنال ولا هم محتاجين الصفقه؟ هم محتاجينها بجد بصراحه، ما بيصفوا. اركن بقى تشيلسي، خش على مانشستر يونايتد بقى، عصر ما بعد كريستيانو رونالدو وماجواير ودخيا ان شاء الله. ايه الصفقات بقى اللي ناقصه مانشستر يونايتد بحيث له ايه يكمل في التوب فور، يعني التوب تو مثلا السنه الجايه؟ ليه لا؟ هل مانشستر يونايتد محتاجه حارس مرمى؟ محتاجه اتنين. هل محتاجين باك رايت؟ محتاجه. هل محتاجين باك ليفت؟ عديها، هنكمل باللعيبه اللي موجوده دلوقتي. هل محتاجه مدافعين؟ محتاجه مدافعين. هل محتاجه خط وسط؟ محتاجه خط وسط. محتاجه هجوم؟ محتاجه هجوم. محتاجه مدرب؟ لا مش محتاجه مدرب. هل بقى بعد اللي احنا قلناه ده كله بقى سمعتوا مفاوضات حقيقيه مع لاعب او فريق او اي حد معدي في الشارع؟ اشاعات، كل اللي بيطلع اشاعات بجد. التغيير اللي هيحصل في فرقه مانشستر يونايتد او التدعيم اللي هيحصل هو تدعيم قطري، رؤساء انديه بس وخلاص مش اكتر. اشوفكم خير وافتكروني وسايب ذكريات وكوام من فعلى بقى ما التدعيم ده يخلص يا معلم والانتقالات تكون خلصت كده، هيكونوا بيجددوا الواد في جورست، انا مش فاهم اسمه ايه علينا، الواد اللي ما جابش ولا اسيست ولا جون ده هيجددوا له اعاره تاني. من ضمن الاشاعات بقى عشان نقفل ملف مانشستر يونايتد ده خالص يا معلم، هو بيفوض ثلاث لعيبه تقريبا. بيفوض اول واحد الحارس اللي هو دييجو كوستا بتاع البرتغال وبورتو، بيفوض كيمين جاي بس هو اختار بايرن ميونخ خلاص، وتقريبا كده بيفوض وعايز هالاند، وعايز هالاند بس جاب النسخه اللي هو الايه هويلاند اللي هو بتاع اتلانتا ده، بيحاول ايه يستنسخ هالاند يعني. ندخل بقى على ليفربول. ليفربول محتاج ايه بجد يا رجاله؟ انا رايي كده لو انت مثلا مش محتاج باك يمين دلوقتي، مش محتاج مهاجم دلوقتي، مش محتاج جناح دلوقتي، انت محتاج تدشمل ثلاثه خط الوسط دول انسفهم بجد، ما لعبوش مع بعض تاني. انت عشان اصلا ترجع تنافس في التوب فور انت محتاج بجد فابينيو، تياجو الكانتارا لما يخلص اصاباته، ميلنر الحمد لله مشي، هندرسون، الرباع كيتا مشي الحمد لله برضه، الخمسه سته دول بجد يتوقدوا اقل حاجه. الحمد لله في اخر السنه كلوب قال لك ايه بقى ما بيديهاش بقى رجاله، ارنولد تعالى خط وسط. اول التدعيمات لما بدأ كده اول لما الدوريات خلصت أليستر تعالى خط وسط، يعني صفقه جديده كمان صفقه بس خط وسط، وفي الخط الوسط ده معلم لمده 3 4 سنين جايين كده. بس استنى، ما انت ما تشيلش ارنولد من باك اليمين وتروح تلعب لي جوميز باك يمين بجد، ما عارف الحاجات اللي انت بتعملها تيزني لاند دي، هي تيزني لاند بجد، احنا في ايام صيام. انا شايف بصراحه الليفر فيه كذا اوبشن متاح كده، الواد طارق لامبتي كانسيلو اوبشن متاح برده، خصوصا لو جوارديولا قال ممكن يروح مانشستر يونايتد عادي، ما بالك الليفر يروح عادي جدا. فكره بقى اللي هم مقتنعين بخط الهجوم بتاعهم بالواد حوده جامبو وداروين نونيز ده، ده حاجه ترجع لهم برده في الاخر. في نواقص، في نواقص كتير، اللعيبه ديت اصلا ما تشيلش الليفر وما تاخدش بطوله. اخر فريق بقى معانا رجاله توتنهام، وهيكون تقريبا اخر مره معانا في التوب 6 بعد كده، السنه الجايه بقى تلاقينا بندخل ايه استون فيلا شويه، برايتون شويه، توتنهام بعد هاري كين او بعد التدعيمات اللي ما بتحصلش ده هيبقى اخر مره معانا. بعد كده بقى هنلاقيه بقى ايه مع تشيلسي بقى في المركز ال 11 ال 13 15 الحاجات دي بقى. زينه والله زينه. انا عايزك بس تتخيل لو هاري كين مشي راح ريال مدريد او اي فريق تاني بجد، توتنهام ده مصيرهم هيكون ايه بجد؟ ما انا مش قادر بصراحه اقول لك مين اللي هيجي مهاجم جدا، ما بيفاوضوش حد، ما بيفكروش تدعيمات اصلا في المراكز الناقصه، ما بالك لو ركيزه اساسيه مشيت زي هاري كين. رقعه يا معلم ولعبوا باي حد. نعد بقى يا رجاله المراكز الناقصه في التشكيله بتاعه توتنهام. حارس مرمى محتاجين حارس مرمى، باك يمين محتاجين باك يمين، مدافعين محتاجين اثنين مدافعين، باك شمال محتاجين باك شمال، خط وسط محتاجين خط وسط، الواد بيسموه طلع مقلب بس عدوها، محتاجين خط وسط، محتاجين مهاجم احتياطي، محتاجين مهاجم احتياطي ده لو هاري كين ما مشيش يعني، محتاجين جناحين، محتاجين جناحين بجد، محتاجين رئيس نادي، محتاجين رئيس نادي بجد، محتاجين يزودوا جمهور، محتاجين يزودوا جمهور بجد، محتاجين ايه تاني؟ محتاجين نقفل الفيديو كفايه كده بجد. ففي الاخر اللي بيشجعوا توتنهام او اللي بيميلوا لتوتنهام بمعنى اصح محتاجين بقى ايه يشوفوا لهم فريق تاني بجد. انتوا مع ليفي، انتوا كده وهو كده، غيروا المحتوى وبس بقى رجاله. عارفين ان احنا طولنا المره دي بس هي فرق الدوري الانجليزي كتير، بعد كده اسبانيا، ريال مدريد، برشلونه، خلصنا الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.